السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اول حاجة كنشكر جميع الاخوات اللي سقسوا فيا وعلى سبب الغياب ديالي، وحتى الاخوات اللي كاع ما سقسوا فيا حتى هما. كنشكركم وكنقول لكم كلكم عيد مبارك سعيد. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا قضيتوا احلى عيد واحلى اوقات مع الاسر ديالكم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا غادي نقترح عليكم قطيبات لحم الغنم بواحد التتبيله اللي كتجي بنينه بزاف بزاف، وكيجيو فتيين ورطبين هشاشين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. اول حاجه كنختاروا اللحم اللي كيكون طري بزاف، واحسن منطقه اللحم اللي كنحضروا منها القطيبات وهي جهه الفاخذ، لانها كتكون فيها الهبره كثيره وكطيب بسرعه. فكنسلخوا هذاك الجلد الخارجي اللي كيكون محيط بها، وكنقطعوها شرائح طوليه كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا، وكنبقاو ديك الساعه نقيوها من هاد الجليدات او العصبات اللي كيكونوا بين اللحم. كنزولهم لانهم ما كيطيبوش وكيجيو قاصحين تحت السنان. ومن بعد كنقطعوا اللحم ديالنا مربعات بهذا الشكل هذا، معليش اذا بقاو فيهم طريفه الشحمه، الشحمه كتفتي اللحم حتى هي، فكنخليوهم. بالنسبه لي انا فكنحضر الكميه اللي غادي نحضر القطبان كامله كنقطعها، ومن بعد كنقسمها الكميه اللي كتكفي الاسر ديالي. كنعمل قسيمات وكنحيدهم في المجمد. ممكن اذا بغيتوا تشرملوا هذه الكميه هذه كامله تحتفظوا بها في المجمد، ولكن في عوض البصله ممكن ما تضيفوش البصله والثوم، او تعوضوهم بالبصل المجفف والثوم المجفف. فانا قسمت حيت الكميات اللي خبعت في المجمد، وهذه الكميه اللي غادي نحتاج دابا هي اللي غادي نشرملها. فهنا تقريبا عندي واحد الكميه كيلو او كيلو شي حاجه، ضفت عليها ثلاثه معالق كبار د قزبور ومعدنوس، واحد البصله كبيره محكوكه في الحكاك الغليظه او ممكن تشلضوها رقيقه، وثلاثه د الفصوص د الثومه حتى هما محكوكين. اذا كنتو غادي تحتفظوا بهاد الترقيده هذه في المجمد، فكتضيفوا البصل المجفف والثوم المجفف، لان هادو طريين كيتسموا في المجمد وكيعطيو طيبه خايبه. فاحسن تعملوا الترميله تسعاته. هنا ضفت الملح وكيبقى حسب الذوق ديالكم. غادي نضيف واحد الملعقه صغيره تكون عامره مزيان بلا مضغط او الخردل. غادي نضيف شويه د الحر كيبقى اختياري، ممكن تستغناو عليه اذا ما بغيتوه شي. غادي نضيف نصف معلقه صغيره د الفلفل الاسود، نصف معلقه صغيره فقط. وغادي نضيف ايضا نصف معلقه صغيره د السكينجبر. جميع المقادير غادي نخليها لكم ان شاء الله مكتوبه في صندوق الوصف. غادي نحتاج للكيمون، الكيمون غادي يكون واحد الملعقه صغيره تكون عامره مزيان. بالنسبه للفلفل الاسود السكينجبر فنصف نصف، ولكن الكمون غادي نحتاج واحد الملعقه صغيره تكون عامره مزيان. غادي نحتاج واحد الملعقه صغيره عامره مزيان د الفلفل الاحمر الحلو هذا ماشي الحار. غادي نحتاج للقزبر اليابس حتى هو غادي نضيف منه واحد الملعقه صغيره تكون عامره مزيان. كينسم هذا اللحم هذا بشكل جميل، وايضا كيحيد داك الزفور هذا الغنمي. كينسم كيبغيوش ياكلوا الغنمي على حسب المذاق ديالو. وهادو التوابل المكسيكيه كيعطيو واحد الطيبه لهذا الشوا. انا كنستغنى على التوابل اللحوم هنايا، وكنعوضهم بهاد التوابل هذه المكسيكيه. كيكونوا منسمين بواحد الشكل هائل كيف كتشوفوا، فيهم الزنجلان فيهم ازير. غنعمل لكم شويه في يدي هكذا باش تشوفوهم، كيكونوا كينسموا بشكل جميل بزاف. انا كنستعملهم بزاف بزاف بالنسبه للاخوات اللي عمرهم ما جربوهم، فغير زعموا وجربوهم. انا كنشريهم من كارفور، ولكن ماشي هكذا في القنينه، كنشريهم بالعبار هكذا كيمكن تاخذوا اللي بغيتوا. صراحه كيجيوني احسن من هذوك اللي كنشريو في الرديمات صغيورين. وغنضيف هنا ثلاثه معالق زيت الزيتون. جربوا البنات هاد التوابل هادو، فانا كنستعملهم بزاف صراحه، كنشريهم هكذا بالعبر مفسوخين. هنا ضفت واحد عصير واحد الليمونه حامضه كامله، وغادي نضيف تقريبا واحد الملعقه كبيره تكون عامره د الخل. الليمون كيفتي وكينسم اللحم ديالنا، وبالنسبه للخل حتى هو كيفتي اللحيمه ديالنا وكيخلي هذاك الانسجه ديالها كتفكك مزيان باش كطيب لنا اللحم بسهوله. والليمون اكيد حتى هو كيطري وفي نفس الوقت كيبنن اللحم.
خصوصا بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش ياكلوا هكذا الغنمي، كيقولوا كيكون شويه مجهد او مزفور عليهم، ما كيبغيوهاش. فهاد التوابل هادو كي هاد الترقيده هادي عفوا كتجي بنينه بزاف، كتفتي اللحم ديالنا، وكل ما خليناها ترقد وتشرب اكثر كل ما كتطرى وكتفتل اللحم ديالنا اكثر واكثر، وكتجي بنينه ومشرمله مزيان ومشربه مزيان من هاد التتبيله هادي. فاذا خليتوها من ليله الصباح يكون احسن، ولكن انا هنا خليتها غير واحد 3 ساعات هكذا على ما نحضرها للغدا وصافي. ومن بعد كنعملوهم في قطيبات هكذا بهذا الشكل كيف كتشوفوا بالطريقة المعتادة، وكنشويوهم سواء على الفحم او على او في شوية هكذا الضو لكم الاختيار، ولكن كتبقى شوية الشواء عفوا في الفحم كيجي لد احسن واحسن، كيجي بنين بزاف. وهاد الترقيدة هذه الصراحة هي المعتمدة عندي دائما دائما بزاف، يعني اكثر من شي 15 سنه وانا كنحضرهم غير بهاد التتبيله هذه، كيجيو بنانين بزاف، وكل ما داقوا اللي داقوا عندي كيعجبوهم. وهذا الشكل الاخير ديالهم او الشكل النهائي كيف كتشوفوا، كيجيو بنانين بزاف وفتيين طريين بزاف بزاف، كل ما ترقدوا كل ما كيجيو طريين اكثر واكثر. فكنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجام وتعليق ومشاركه الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، واشتركوا معنا في القناه اذا كنتوا كتزورونا لاول مره باش توصلوا معنا دائما بالجديد. وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بصحه والراحه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.